السلام والاستاذ عبد الشافي صالح، تحياتي ليك. تسلم يا كابتن، كل سنه وانت طيب. استوديو كبير الحقيقه يا احمد، بيك انت كمان حبيبي يا كابتن. ده انت يا كابتن، انت اللي كبرتنا بدخولك معانا ونزلت شرف طبعا بوجودك معانا. كابتن جمال، كل سنه طيبين ورمضان كريم. كل سنه طيبين. انا يمكن انا كنت متخوف من فكره ان الحكام المصريين يخوضوا هذا اللقاء تحديدا بعد مباراة النهائي نهائي افريقيا وبعد الاحداث الكتيرة اللي احنا تابعناها الفترة اللي فاتت، ولكن اعتقد ان المباراة عدت على خير، ويمكن من وجهة نظري ان البنا استطاع ان يعبر بالمباراة الى بر الامان بالرغم بعض الامور يعني البسيطة اللي في المباراة. في بعض الناس بيشوفوها كبيرة، وفي بعض الناس شايفين ان هو لا قدر ان هو يعدي بالمباراة لبر الامان. وجهة نظرك كابتن جمال؟ مش لوحدك اللي كنت قلقان، كلنا كنا قلقانين. واي حد بيتعامل بالمنطق كان هيبقى قلقان جدا، وخاصه ان احنا كحكام هذا الموضوع اصبح بالنسبه لنا كانه مثلا ايه، مش قانون، هم قالوا انه قرار مجلس وزراء، لكن اصبح بالنسبه لنا حاجه خلاص ما بقناش نفكر فيها. نعم. سواء واحنا مسؤولين او احنا بره المسؤوليه. نعم. الحقيقه هو كان قرار جريء وقرار شجاع من احمد مجاهد، وانا بحييه عليه من خلال البرنامج بتاعكم على القرار ده تحديدا، لانه هو 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 الطبيعي الحقيقه في اي دوري في العالم ان الحكام المحليين هم اللي يديروا المباريات كلها. اتعودنا احنا على مباراه الاهلي مع الزمالك او الزمالك مع الاهلي ان يبقى ليها حكام اجانب، وفي بعض بقى الايه يعني بعض الحالات كده كل مثلا 10 سنين كل 15 سنه حد يدير المباراه ويديرها بشكل كويس، وبعدين تحصل حاجه بعد كده فنرجع تاني للحكام الاجانب. مظبوط. من وجهه نظري انا شايف انه قرار يحتاج الى دعم من اهم منظومه دلوقتي في الرياضه المصريه، وهي منظومه الاعلام. نعم. خلينا اكلمك بصراحه، النهارده الاعلام هو اهم منظومه في منظومه الكره المصريه. نعم. والنهارده الاعلام له دور كبير جدا في تهدئه الامور بالشكل الكبير جدا 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 زي ما حصل امبارح، وايضا هو اللي له الدور في ان الامور تبقى مشتعله. نعم. فبالتالي انا بطلب من معاك اثنين من الكبار جدا ان احنا ندعم هذه التجربه طالما نجحت، وان احنا نقف في صف الحكام شويه. جربوا تقفوا في صف الحكام شويه. انا عارف انه في اخطاء، وعارف ان في اخطاء كبيره وغيرت من نتائج ماتشات، واحيانا بتبقى على فريق اكتر من فرق ثانيه، لكن احنا النهارده خدنا قرار وتنفذ ونجح. لعلها البدايه كابتن جمال، لعلها البدايه. خلينا نقف وراه ونستنده. يعني يا ريت انا اتمنى ان احنا ننسى بقى فكره الحكام الاجانب. انا مش عارف راي الاستاذ صبحي والاستاذ عبد الشافي ايه في الكلام. احنا متفقين، عايز اقول لك حاجه على النجاح يا كابتن. صغيره، انا يمكن قبل الماتش زي ما قال احمد كنت متخوف جدا من التجربه، لكن شخصيه محمود البنا بصراحه ادار المباراه بشكل في اقتدار كبير جدا. ما حسناش بيها يا كابتن، يعني كان افضل كمان من الحكام الاجانب. ما حسناش بيها يا كابتن، ظروف المباراه ساعدته، بس انا كنت اتصور ان السيناريو قد يكون مختلف لو الزمالك اللي راكب الجيم، لكن نقول ان الاهلي كسب، عمل ماتش كويس الاهلي، يستحق انه يكسب، والبنا شابوه، بقول له مبروك، وهو صديق شخصي وانا بعترف له بان انا كنت مخطئ في وجهه نظر. انا شايف اللي برضه ده في حد ذاته كلام رائع في الصبح، ده في حد ذاته كلام رائع وفيه مسانده. يعني انا ما اضمنش اللي جاي يبقى بنفس يخرج بنفس المستوى. هل في حد يضمن ده؟ ما حدش فينا يضمن ده. لا بس يا كابتن، لا يا كابتن، دوركم برضو انتوا اللي تقدروا تعملوا ده. الكابتن جمال الغربيري، كل القامات، كل القامات التحكيم هم اللي يقدروا يعملوا ده. انا بقول ما اضمنش، ما قلتش ان احنا مش هنعمل. ما قلتش ان التحكيم مش هيعمل، بالعكس. النهارده الامور بالاداء بتاع امبارح وبرده الفعل من الفرق الكبيره اللي انا بحييهم، الاهلي والزمالك وخاصه نادي الزمالك. معاك خسران، معاك كابتن، مع مروان محسن، دي حاجه جميله. نتمنى ان احنا هذه الصوره نتمسك بيها. طب كابتن جمال، امبارح يا كابتن، هل الكابتن البنا من وجهه نظر المونديال العظيم جمال غندور، هل اي اخطاء انت شفتها مؤثره في لقاء الامس من البنا، ولا مفيش اخطاء؟ لا، اخطاء مؤثره مفيش. يعني مفيش ضربه جزاء هنا، مفيش اي حاجه. احنا كجهاز تحكيمي نقدر ناخد بالنا منها. نشوفها. موضوع استحقاقيه الانذارات من عدمه، موضوع
اداره اللاعبين، اداره المباراه، في حاجات فنيه كتيره ممكن ما تبقاش واضحه بالنسبه. انما الكره الاخرانيه بتاعت بن شرقي كابتن، الكره الاخرانيه بتاعت بن شرقي اللي هي السيميليشن، والكره اوباما ما فيهاش ضربه جزاء، ما فيهاش شبهه ضربه جزاء. لا هو ما فيش ضربه جزاء، بس انا كمان مش مع السيميليشن بصراحه. يعني خلينا نتكلم بقى بصراحه، يعني انا يعني هي لعبه فيها فقدان توازن، يعني فيها فقدان توازن من اللاعب. انا ما كنتش افضل ان في مثل هذه الحالات يبقى فيها انذار. تعديها المباراه كانت ماشيه بشكل كويس، و يعني كلنا شفنا انه ما حصلش فيها اي مشاكل من لاعب الفريق. وضربه الجزاء كابتن بتاعت سيف الدين الجزيري، ضربه جزاء سليمه؟ طبعا صحيحه 100%، صحيحه 100%، ركله جزاء صحيحه. لكن خلينا اشيد بحاجه ثانيه، يعني خلينا اشيد بوجود الفار. طبعا ركله الجزاء دي اللي حسبها الفار. تصوروا بقى لو المباراه دي بحكام اجانب استاذ صبحي، وجرأة البنا كمان، المباراة دي لو حكام اجانب ما كانش هيبقى فيه فار، وجرأة البنا كمان انه رجع في قراره واحتسب اللعبة. ايوه بس خليني اقول لك انه معلومة معرفش اكيد كانت فايتة عندكم، المباراة دي لو اتلعبت بحكام اجانب ما كانش هيبقى فيه فار، وما كانش هيبقى مش كانش هيطبق عليها تقنية الفار. كان ممكن تعظيم سلام لأي خطأ مع الحكام الاجانب. صح يا كابتن، ملحوظة ذكية يا كابتن، مظبوط. فبالتالي احنا مزبوط. لازم نحيي الفار، وجود الفار في الدوري المصري لازم نحييه من خلال احتساب ركله الجزاء دي. صحيح هي ضاعت، واعتقد انه ضياعها برضه خلينا نتكلم بشكل فني، عشان كده كان المفروض تتعادل يا كابتن جمال. ضياعها يا كابتن؟ نعم. ضياعها يا كابتن؟ ضياعها ايه؟ بقول لك ضياع هذه ركله الجزاء في هذا التوقيت بعد احتسابها وبعد قبول الفريق النادي الاهلي ليها، ده كان في مصلحه الحكم. نعم. ما تفهمونيش غلط. طبعا في مصلحه الحكم اداريا في المباراه. ان الفريق اللي اتحسب عليه ركله جزاء راحت ركله الجزاء، فبالتالي ايه اصبحت الامور هاديه. هو ربنا كان راضي خير بكده. ركله الجزاء ما بعتش يطالب من الحكم حاجه ثانيه. هو راجل بركه وربنا كرمه للاخر. تمام يا كابتن جمال. كابتن جمال نورتنا يا كابتن، كل سنه طيب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وسعيد ان انا كنت موجود النهارده مع اثنين من كبار رجال الاعلام. الله يخليك كابتن، كل سنه طيب. بشكرك كابتن جمال الغندور. طبعا اكمل بقى يا احمد، انا قلت المسؤوليه تحت من اللاعبين، مسؤوليه كامله. المسؤوليه الاكمل على المدير الفني، لانه مدير فني فقير غبي فنيا جدا. لاعب الاهلي اللي غلط فيه امبارح، لاعب الاهلي بنفس العقليه اللي لعب بيها في ماتش السوبر مثلا. طب ماتش السوبر الزمالك اللي كان عنده غيابات، والزمالك رايح خايف.